عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد افديه بعمري كله. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد افديه بعمري كله. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا الصيام والصلاة وسائر الأعمال. ونحن في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك من عام 1436، وكنا في عرض برامج مركز السنة في مدينة العراق ومعهد الإيمان العلوم الشرعية والعربية الذي أسسته الدعوة السلفية في المنطقة، وخاصة معهد الفرقان الذي أسسه الشيخ عبد الناصر حاجي أحمد. وهذا المركز الذي بنته جمعية المنهل الخيرية الإسلامية، وكنا في عرض الأخبار والأحوال التفصيلية من كافة ما يدور في هذا المعهد. ونحن الآن في هذا اليوم نعرض الطلبة ويعرضون محفوظاتهم ودروسهم التي أخذوها ودرسوها وحفظوها في هذا المعهد. ومن خلفي ومن جواري الطلاب الذين حفظ بعضهم القرآن الكريم وأكمل، وبعضهم ما زال لتحفيظ القرآن الكريم، والطلاب الذين يدرسون الآن المرحلة المتوسطة من معهد الإيمان. نريد أن تستمعوا محفوظاتهم وقراءاتهم وكيف اجتهد هؤلاء الطلبة الصغار، كما اجتهد العلماء والمدرسون الذين بذلوا قصارى جهدهم في أن يبلغوهم إلى هذه المرتبة التي يحصل. ولكن نعتذر الآن من أننا في العطلة في هذا الشهر المبارك. نحن في العطلة الصيفية، وأكثر الطلبة تفرقوا إلى مدن أخرى
وبعضهم ذهب إلى الأرياف والبوادي للتنزه وللاستراحة. نعتذر من أن جميع الطلبة ليسوا حاضرين في هذا المكان في هذا الوقت، لأن بعضهم غائبون وأكثرهم في هذه العضلة. وكذلك نعتذر من أننا ما زلنا في بداية الأمر وتأسيسه، ولم يمض وقت طويل وكاف في أن يحفظ الطلبة القرآن الكريم جميعه بإتقان وأن يكملوا جميع الدراسات. يمكن أن نقول أن هذا الجهد كان يمشي على التوالي في سنتين من بداية بناء وتأسيس على المعهد الكبير. فأرحب بأحد الطلبة وهو محمد عبد أحمد ليلقي لنا خطبته في فضل العلم وأهله، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه كلمة مجددة في فضل العلم وشرف أهله، وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تشير إلى فضل العلم وأهله، ويكفى في شرف العلم وأهله إن الله عز وجل استشهده على وحدانيته. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأخبر أنهم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله وكل مؤمن يخشى الله، ولكن الخشية الكاملة للعلماء لأهل العلم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن يليهم من العلماء على طبقاتهم. وهو العلماء أفضل وأرفع درجة من غيرهم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد وردت حديث كثيرة في فضل العلم وأهله، منها حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا في الجنة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. في العلم الشرعي منزلة عظيمة في الدين، حتى الله عليه ورغب فيه وفضل أهله على غيرهم، وجعل ضلاله من أفضل الغربات ومن أعظم أسباب دخول الجنة قراءة العلم والتعلم بما من معرفة الله ومعرفة أوامره ونواهيه وقيام الدين. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا في درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن الطلاب يتساءلون ويسأل بعضهم بعضا الأسئلة التي تتعلق
في التوحيد والعقيدة الإسلامية التي درسوها في الفصل الأول أو في الصف الأول من المرحلة المتوسطة. فليتفضل. ما الأصول الثلاثة التي تجب على الإنسان معرفتها؟ معرفة عبده ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من ربك؟ ربي الله الذي لدى خلقني وهداني ورب جميع العالمين بنعمه وهو المعبود الذي سميه سواه. عرفت ربي بآياته ومخلوقاته ودليل قول الله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لماذا خلقنا الله؟ خلق الله لعبادته وحده وطاعته ودليل قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأحوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ما شروط قبول العمل؟ شروط قبول العمل عند الله ثلاثة: الإيمان بالله وتوحيده، الإخلاص هو عمل من غير رياء ولا سمعة، الموافقة لما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم. ما أعظم ما أمر الله به؟ أعظم أمر الله به توحيده. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو أقسام التوحيد هو التوحيد أقسام ما هو التوحيد؟ هو التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته. ما هي أقسام التوحيد؟ هو أقسام ثلاثة وهي: هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأسمائه وصفاته. ما هو توحيد الربوبية؟ هو التوحيد الربوبية بأفعالك الخلق والملك وتصريف في كل شيء. ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بالعبادة كالصلاة والصوم والذبح والنذر والدعاء وتوكل ورغبة ورهبة وغير ذلك. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو إثبات الله ما وصف به الله نفسه وهو رسول صلى الله عليه وسلم من غير تعديل ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كالسمع والبصر والوجه واليدين والكلام والنزول ونزول يلقيه علامات كنه نزول يلقيه بكمال الله عز وجل. ودليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. غير الله فوق العرش على السماء. ودليل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. أي الله معنا، الله معنا يسمعنا ويرانا. ودليل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. يا فائدة التوحيد: ولم في الدارين وهداية في الدنيا وتكفير من الذنوب. ما أعظم ما نهى الله عنه أعظم ما نهى الله عنه الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك نوعان: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر عبادة الله غير معه. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو عبادة الله غير معه. ما هو الشرك الأصغر؟ والرياء والعجب بغير الله قوله ما شاء الله وشاء فلان. ما عاقبة المشرك؟ المشرك لا يغفر الله له ولا يقبل عمله ويدخل النار خالدا فيها. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاث. ما هو الإسلام؟ مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد وبراءة من الشرك والعياذ بالله بالدعوة وبراءة من الشرك. ما هو الإحسان؟ ما أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة:
أتم الإسلام خمسة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت من استطاع إلى سبيله. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان صفة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كم جواب الإيمان؟ هي بدعه وسبعوها شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأداء على طريقه، والحياء شعبة من الإيمان. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما هو فضل الدين؟ ما هو أفضل الدين؟ أفضل الدين قول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بالحق إلا الله، ما شروط لا إله إلا الله؟ لها أركان النفي والإثبات. ما كان لا إله إلا الله؟ أركان لا إله إلا الله سبعة، وهي ما كان لا إله إلا الله؟ أركان لا إله إلا الله سبعة. ما كان لا إله إلا الله؟ لها أركان النفي والإثبات. ما شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله سبعة، وهي العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب، الحب المنافي للبغض، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد. من هم أولياء الرحمن؟ أولياء الرحمن المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الشيطان؟ هم المخالفون للرحمن المضيعون للشيطان. ما هو النفاق؟ النفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. ما هي علامة المنافق الثلاثة؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى أقال. ما هو الضاغوت؟ الضاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطموع أو مضاع. ما هو النبي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن هاشم، وهو هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. من أول الرسل وآخرهم؟ أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسل الله للدعوة إلى التوحيد والإنذار عن الشرك، ودليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي مآل الموحدين المتقين؟ مآلهم الجنة، ودليل قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. أي مآل الكفار المنافقين؟ مآلهم النار، ودليل قوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم ولهم عذاب مقيم. نسأل الله أن ينجينا منها ويجعلنا من أهل الجنة. جزاكم الله خير الجزاء، وفتح الله عليكم، وزاد في علمكم، وزاد لكم علما نافعا وعملا صالحا، وتقبل منكم كل خير. هؤلاء الطلبة كما ترون دار بينهم سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية والتوحيد، وهو المقرر الذي كانوا يأخذونه في الصف الأول من المرحلة المتوسطة. وبعد الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى من عرض الطلاب من محفوظاتهم، فانتظروا معنا إن شاء الله. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال؟ حالي طيب. أريد أن أسألك سؤالا في النحو. في النحو هل أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد. ما هو الكلام؟ الكلام هو لفظ المركب المفيد بالوضع. ما أقسام الكلمة؟ أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف جار لمع. ما علامة الاسم؟ والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. ما هو الإعراب؟ الإعراب هو تقدير الأواقع الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لفظ نال تقدير. ما هو الفاعل؟ الفاعل هو اسم مفعول مذكور قبل الفعل نحو قولك جاء شيء. ما هو المفعول به؟ مفعول به هو اسم منصوب الذي وقع عليه الفعل نحو قولك ضربت شيئا وركبت فرسا. ما حكم كان وأخواتها؟ كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصيب الخبر. ما عمل إن وأخواتها؟ إن وأخواتها تنسب الاسم وترفع الخبر. اقرب هذه الجملة. إن الله عليم حكيم. إن حرف توكيد ونصب تنسب الاسم وترفع الخبر. الله اسم إن منصوب علامة النصب فتح دائرة على آخره. عليم خبر إن مرفوع علامة رفعه ضمة دائرة على آخره. حكيم النعت المرفوع وعلامة رفعه ضمة دائرة على آخره. اغرب هذه الجملة. لم أخش الفقر. ألم حرف نفي وجسم أخشى فعل مضارع مجزوم بالله وعلامة الجسم فتح حرف لام. الفقر مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتح دائرة على آخره. جزاك الله خير الجزاء. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خيره نبيا أرسلا قديم الأقسام حديث العدة فكل واحد أتى وحده أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يروي عدم ضابط عن مثله واعتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف ضرب وغدت فجعلوا لك صحيح اشتهرت وما أضيف لي النبي المرفوع وما لتابع هو الموضوع والمسند المتصل الإسناد من سوية المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل ظلما على وصفنتها مثلها ما والله أنبى للفتى كذلك قد حدثتني قائما وبعد أن حدثتني تبسما عسيز المرء اثنين أو ثلاثة مشهور المرء فوق ما ثلاثة وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راب لم يسم وكل ما قلت الرجال وعلى وضده ذاك الذي قد مسلا وما أضيف إلا سحاب من قول وفعل فهو قول وفعل فهو موقوف السكن ومرسل منه سحاب سقط وقل غريب ما أرسل ومرسل منه سحاب سقط وقل غريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده مقاطع الأوصال يقول راجي رحمة الغفور دوم سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والبذور سميته بتحفة الأطفال عن شيخ الميجي عبد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فهو التنوين فالأول منها قبل أحرف
بالحق ست حروف بس تعرفي همز فها ثم عين حاء مهملة ثم غير خاء وثان يبغر بستة نسك هي المالون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان القسم يفغم فيه بقلة بينبع علم إلا إذا كان بكلمة فلا تقن كالدنيا ثم سوان تلا وثاني يفغم بغير غنة في اللام والرأي ثم كررنة وثالث الإقلاب عند الباقي ممن بقلة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الباقي وهو الرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سداتنا كم جاد شخص غصنا مديما زد في تغطى ظالما أبا بكر دعوتك لو أجبت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما في عبدك لو أغلت إلى ما في عبدك لو أغلت إلى علم تكون به إماما إلى علم تكون به إماما مطاع إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من قشاها ويجلو ما بعينك من قشاها ويهديك الطريق إذا دللت ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناريك تاجا وتحمل منه في ناريك تاجا وتبسوك الجمال إذا أريت ويبسوك الجمال إذا أريت ينالك نفعه ما دمت حيا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى وجهه لك إن ذهبت ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العقب المهند ليس ينبو هو العقب المهند ليس ينبو تسيب بها مقاتل من ضربت تسيب به مقاتل من ضربت وكنز لا يخاف عليه لص وكنز لا يخاف عليه لص خفيف الحمل يوجد حيث كنت جزاكم الله خير الجزاء. إلى هنا انتهينا ما كنا نعرضه ما يعرضه الطلبة من محفوظاتهم من المتون والدروس التي أخذوها في المعهد، وهذا قليل من كثير مما درسه الطلاب وحفظوه في هذه السنة التي كانوا يدرسون المقرر، وهكذا يحفظون ويتعلمون جميع الفنون والمطور العلمية كالتوحيد والفقه والحديث والمصطلح والتجويد وغير ذلك من الفنون والنحو وغير ذلك من دروس اللغة العربية، مع أننا نعتذر من أن أكثر الطلبة قد تفرقوا في القرى والأرياف بسبب العطلة الصيفية وعطلة رمضان شهر رمضان المبارك، وهؤلاء الطلبة مع ذلك كانوا يدرسون هذا المعهد سنة واحدة فقط، وفي هذا الوقت القصير اجتهدوا وحصلوا هذه المحفوظات وهذه العلوم التي يعرفونها على ظهر قلوبهم لفظا وحفظا ومعنى. كما نشكر الأساتذة والمعلمين الأفاضل الذين اجتهدوا في تعليم وتثقيف وتحفيظ هؤلاء الطلبة الصغار، ونسأل الله لهم أن يجعل لهم المثوبة وأن يغفر لهم ذنبهم وأن يرحمهم ولوالديهم وأن يبارك في جهودهم وأن يرزقهم المال المبارك والأولاد المباركة وأن يدخلهم الجنة. كما نشكر لجميع المسلمين
الذين تعاونوا معنا في هذا الجهد الفاضل المبارك، والذين يوصلوننا المرة تلو المرة وفي كل سنة جديدة يد العون، ويقدمون لأهلنا ولطلابنا ولدعوة سلفية في هذه المدينة في مدينة العلاق. نسأل الله لهم أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يعتقهم من النار في هذا الشهر المبارك، وأن يبارك في جهودهم وفي أموالهم وفي أهلهم وفي أولادهم. وبقي لنا أن نمتحن الطلبة ونعرض محفوظاتهم في كتاب الله عز وجل وفي القرآن الذي قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وستتقمون وتنتظرون إن شاء الله بعد قليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. حياك الله. اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد الأولى ما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم أعددنا لكم القوة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الأولى وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. جزاك الله خيرا وشكرا لك يعقوب زكريا يعقوب بن إبراهيم. شو يسوي دي؟ إيه مراد؟ بس مسموك. اسمي يعقوب. ما لي اقرأ. قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب أنزل إليك
خفيرة يعقوب مع إبراهيم، جزاك الله خير. ما اسمك؟ اسمي شاكر الحمود تحت. كم عمرك؟ عمري ابدأ قول الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم عجلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخرا فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما كما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأعتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أحسنت. ما اسمك؟ اسمي حسن. كم عمرك؟ عمره 10 سنين. اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تعمل أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والله غفور رحيم.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى له ما الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا على لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أحسنت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ما اسمك؟ اسمي محمد اسلام. كم عمرك؟ عمره 20 سنة. قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلون مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات لما توعدون. بارك أحسنت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.